دحوم هنا جاي ارحب الواصل ارحب الشيخ هي هذا ما قاعد يشتغل تغشني زي اللي يعطيني يد السوني طافيه يلا والله يشتغل والله دحوم انت روان وانا وناصر احكام صلخ انا قاعد احلق دقني فانت شايف الاحكام يعني في الكلمه بس ما روان لا هذا اول مره انا وانت مع بعض متحالفين متفرقين نقع عزيز دحوم الرجال الله يحفظك بيقول لك اللي بخاطره لا انا اسف كنت يا تفضل قول لي بخاطرك كلمه ودك تقولها انا بغي ينكبني وش بغي ينكبني في خاطري كلمه لا هو حق الدحوم ما تعرفها اي بس لكم في عيد لا 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 هو ما قال حتى دحوم امسك يا شاعر وش قل يا روان ها آه لا 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 هو كذا عندي لك خبر حلو ايش دحوم خلاص تم الانبساط احنا اللي حلقنا مو انت من الصوت هو فرح بالحكم لسه عم يحدد العوارض انا احب اسامه هلا ناصر الوبال يلا تكبيس تكبيس يا جماعه يا جماعه لا بعدين بقول البلوفر الحين بيصيحوا ناصر هلا ناصر تحسوه خارج من الدوام جاي على البث ما شاء الله مرتب روان ناصر علومك هلا طيب الله يا جماعه نبي الجوله تكفوني بالجوله طالبكم طلبه طالبكم عبد الرحمن انت طالبهم شلون هذه كذا انه شدوا يا جماعه شدوا بنزل لك قال شماغي زي كذا ايوه يعطيها مين اوكي اظن الكلمات دي حتى دحوم انت هايط لاننا راح نفوز هايط يا شدوا حيلكم يا جماعه ذيك الكلمه حقت ايش نوم عينك قولينا اذا ايوه اذا جاني اسد بقول يا نوم عيني يا سارس يا نوم عيني الشير 6000 يا الربع لا يوقف تسجيلات اعجاب 5 مليون شدوا حيلكم يا الربع كلكم نوم عيني كلكم نوم عيني كلكم في عيوني نايمين قاز الدبل قال هلا الفوز في اللعب البس ما يرحم في الاحكام ورود يا جماعه عز الله ماني براحم بالاحكام علمتكم ولا انا ماني راح ولا رمضان طقطق روح أوكي. روح دحومي اذا بضيعك اذا بضيعك احد في روان بضيعك افا لا فاهمه يا روان ورينك فاهمه هذا ما يدري ورينك فاهمه بالجيم فيفا جيمر شوف اوكي جيمنج جيمر شوف دبل بي سي اكس بوكس البنت اكس بوكس شفت والله فاهمه البنت دبل يا أبا 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 أرحب يا خلود شدوا يا جماعة شدوا احتزم يا ناصر احتزم ناصر يا خلود أبا 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 ومن ضحوك الفجر لآخر مدار أرحب يا خلود أرحب ناصر سبحانه أرحب دقيقة ميوت يا جماعة ميوت على منكم شكر نامي ريهام الله يعزكم ارحبوا في ذمتي ارحبوا وبالسماء والأرض يا ساتر يا ساتر يا قوة ونكتب اسمك حب وامجادك شعار ناصر نكتب اسمك بالذهب فوق الغيوم الله يعزك ونكتب اسمك حب وامجادك شعار ناصر يا محمد شاري تسمعني عطهم ميوت والبس سماعتك الله يعزكم تب ثري يا جماعة حي والله عروسكم اي السماعة عندك لا والله لا ترى انا سمعت ناسية عندك بعد والله دورها يمكن بالغرفة لا ما عندي الا هذه والله ناسية عندك مع وصلة هي ترى يا ليتني اشوف ما عندي شوكر مامي ريهام خلود شوكر مامي حساب الثاني الله يعزكم انت ابو ريجح فلون
حي رؤسكم في ذمتي. ناصر الوبير دحوم. ناصر تفضلي. عطنا عطنا ناصر ايش الخبر؟ انت شلون اوصل لك الخبر؟ بقول لك يا بعدين. طيب حمست المتابعين وتاكد احنا يقولوا ما راح ننام. لحظه عندك تويتر؟ عندي تويتر. مشاري احكامك. يلا احكامك انت خليها عندي ولا بتحكم؟ شوفوا مشاري كيف يشتشي شنب ومتحمس. يبس شكله حلو شباب ما ادري. يلا بالعافيه استاذ دحوم ايش تاكل؟ عنب. اه جميل جميل جدا. طيب الاحكام عندي ناصر. شوفوا الخبز يحتلي مشاري. شوفوا نظرات الغل. ايه ناصر الاحكام عندي كلها. اخ القهر اخ. طيب اخ لو صيدك. يلا يعني شو بتكون احكامك يعني؟ بما انك جديد تفضل يا دحوم الحكم الاول يا طويل العمر والسلامه. الحكم الاول حلو؟ ايه نبي نعرف ما في. ورني العنب كم باقي فيه تقريبا؟ انت معامل معامله فصفص. مين جالس تحش هي يا دحوم؟ عنب ترى انت جالس تفصفص. بس هذا اللي بقى؟ في عندي صحن ثقف عليك. ها حلو. ها طيب الصحن هذا ورني اياه ارفعه. هذا كل العنب الموجود. اي تحط على الصحن هذا. دقيقه روان بالله. طب اعطوني ميوت عشان يعني ما نزعج بعض. لا دقيقه خلنا نحكمه ونرجع لك بس ثواني. يلا تحط لي على الصحن هذا 10 ملاعق مايونيز على العنب. طيب اوكي دقيقه حلو. طيب تخلص دقيقه. علاقته مع المايونيز في كل حكم يحيى. ما بسم الله عليك. طيب. هذا وانا ما حكمت. بسم الله عليك غير الثاني الثاني لان الاول ما راح يتنفذ يعني. طيب. أنا الحكم الثاني ايه تجيب بصلة كاملة. يا الله. طيب وتحط فوقها خل اللي هو زي الموية ترش. طيب. الخل عليها وتأكل البصلة. طب الثالث جايك لا تكشري من الآن. لا جاتك الأحكام كشري يا روان. الحكم الثالث والأخير حلو. معلش دحومي فريقي ما أقدر أرضى عليه الأحكام الصلخ. وش الحكم ها؟ ما بس اتمنى نطلع شوي من موضوع الاكل يعني. تلعب فيفا 23؟ العب فيفا 23. طيب من اغلى لاعب عندك في التشكيله؟ اغلى لاعب في التشكيله بامانه. ايه يعني بفتحها وبشوف قدامك بس عندي لاعبين كثير غاليين طبعا. طيب الحكم الثالث تبيع لي اغلى لاعبين عندك كوكسل. بيع فهد المولد. لا فهد المولد مو لا لا اغلى لاعبين عندك في التشكيله تبيعهم كوكسل. هذول حقين فيفا عارفينها ينجلط الان. شاري عادي بيسامحك ترى ما يانات. اللي سامح الله سبحانه يا روان. احنا قلنا احكام صلخ. شاري دحومي عندك شمس وليش؟ ولا تشوف لك شيء بعيد؟ بيع الدون. لا موضوع اللاعبين اي لابد. ده انا دافع دمي قلبي. طيب نروح لروان. كيف ناصر لنا الحكم؟ بيع الدون بيع الدون كويس ولا نرفع ليفل؟ عداك العيب يا ابو نواف. الله يسعدك. طيب الحكم الثاني روان. ما قاطعك مشاري وانا قاطعتك. ناصر ايش الخبر؟ كتبت لك على الخاص في تويتر؟ في تويتر في ذا الجوال مشكله. خلاص بعدين روان كومنت اللي بيعرف الخبر يضيفه سنابي في البايو. طب شوف اسمع شنو اقدر من التطبيق ارجعهم لسوكم كوكسل يعني بضحك عليك روان. تغير حكم احسن. اهلين ناصر اهلين مشاري. الحكم الاول تظبطي لي ميك اب نفس الصوره اللي بوريك اياها الان. فتون علف. لا فتون علف اول رحنا ليفل عالي الان. بسم الله اخ بناي ابي نفس الميك اب. شايف الحركه دي النزله تجيبينها بالضبط. قول لي اسوي نفس ملامحك. سهله الحكم. لا مو نفس ملامحي هذه شمس بوجهها نفس الميك اب نفس الالوان. طب انا من وين بطلع لك روج اصنعي لي
انت لو اروح اصدم على شيء طيب ما عندك ما عندك تمام هذا الميك اب بسم الله دقيقه اذا ما عندك خذي هذا بديل اوكي نفسه بالضبط ها الحكم الثالث الحجان كذا دائريه اسلم طبعاً طبعاً انا بطلع وبدخل بس اضبط الستاند والسماعه يلا يا خي خذ راحتك موجود خذ خذ راحتك اذنك معك يلا عندك هذا ولا قبل شوي لك حريه الاختيار اوكي اوكي ايه الثاني هي سكور قوي حكم لازم صلخ في حكم عندي تفضل عطنا تكتب بالكرسي اللي ورا عندها مشاعري بالطامس في الابيض هذا حكمك قوي يلا بالله تكرى الله حفظك معليش معليش يا عمي ربحي مشاعري خايس حكمك يا رجل يجيب المرض دحوم ما قلتي شو تنفذ طيب. بنفذ حق حذف اللاعبين بس جيف قاعد تسوي ابديت اللعبه قاعد تفتح يلا اقوى لاعبين بالتشكيله ترى بامان الموضوع شاري لاعب قلتوا لاعب واحد الحين خلاص لا والله قلت لاعبين انا بس الان فهد طلبني اللي يقول كتابك قال لاعب واحد اغلى لاعب عندك بالتشكيله كويكسل قدامنا تمام انا بوريك يا دحوم تبيع تحذف لاعب تجيب 10 زيهم دحوم الطناره اجيب 10 انا دافع دم قلبي اللاعبين الحكم الثاني يا ست روان كم باكج فاتح ترى يقدر يرجع يا جماعة تعلموني فيفا كوكسل كيف يقدر يرجع ترى اللي قدامك الماثل أمامك يا دحومي أحد أساطير فيفا أسطورة في بيتك واو وهذه الماثل أمامك هذه الماثل أمامك أول زبونة جت تطلب التوقيع مني الأسطورة وما وقعت لها صراحة واو هذه واو واو صادق صادق أنك موجود يعني أن نقدر نقول أنك واصل دفترك إيه دفترك كشكول كان أنت بتصحى من الحلم أود نسيت ناصر ارحب يا نيف سلام عليكم عليك السلام نيف شيك مطرود انت عقاربك مات منو اللي مات يا خيي مات مات حساب الاساسي مات حضر مدى الحياه مات صاد زند مات يا عيال خلاص ما حلفتك بالله روان روان ما راح تقصر راح تعطيني حسابها اكيد اكيد هي ما هي هي مين معطيتك باللون ذي بتعطيك حسابها بس اسمعني عفا تحسبني زيك يا مشاري حسوده لا والله اعطيك كل ما فيني نيف صديق واخوي دحوم كيفك دحوم حسوده ليه انا حسود يا نيف شو اخبارك شو مسوي حسود انت حسود يعني كذا التيك توك خلطني خلطني حسود خلطك التيك توك والله خلطني خلطك التيك توك هي تيك توك اسمعي دقيقه نيف بالله صاد زنت قسم بالله اعطوني شكل دايم مدى الحياه يا ولد حساب الاحتياطي والله جعلف داك موجود حبيبي حسابك مغبر ما ابي بير انفضه قبل لا افتح في بث في 155 الف هذا نيف حساب الاحتياطي قرب يوصل نص مليون الله ابي حساب سبايكي اعطني اياه لا سبايكي كلمه مو بعندي خلاص حساب الورا بات قالي بس سبايكي يا اخي نيف مين فتبات عشان اخذ حسابه مشان اوه مشان بحسابك يلا توكل على الله يا خايس شرم عليك اللي قدم لك اول شيء وترفض يلا راح ادور لك حساب يلا ما تكفون اخوة طالبكم لا يا محسنين حساب شوف نظراتي انا ودي اعطيك حسابي بس انت الاحتياطي في فولورز اكثر من حسابي الاساسي في واحدة لا دحوم دحوم في واحدة حاستني من ريحة قطة قعدت من نار الشر تبي اقدم لك كلمة المشرف اللي عندي بك ترده والله اذا بتساعدني مشاري لك من عندي احلى ورد ابي سلامك والله كلمه ارسل لي حسابك والله بكلمك انا متابعين قاعدين يصارخون الحين قاعدين يبكون بيروحون كلهم عند روان ودحوم ما ابي احد يطلع من بثي ما ابي يجونهم يا دي حياكم لا حياكم لين لا حد يروح لا حياكم لين يرجع حساب الاساسي حياكم لا حياكم اتفضل متابعين اخوان مع قهوه يا صبي جيش نيوف وجيش الطماطم اخوان مع بعض دقيقه يا جماعه دقيقه خلينا نكلم المشرف الان ونقول ان شاء الله انه يرجع نيف كان كلمتني ترى مشرف يفك الحظر يا يوري كيف حالك صباح يلا تفكين نفسك يلا تفكين امورك انت عندنا واحد من الشباب ضروري ينفك حسابه شعر نيف هبط من الصدمه انطمي انطمي باسرع وقت بدل الحياه موضوعك منتهي يا نيف موضوعك منتهي مشرفه ولا مشرف؟ مشرفه موضوعك منتهي بنت؟ موضوعك منتهي انت بتروح معي الحفل ان شاء الله اللي بيكون هناك في دبي الحفله بنروحها انا وانت ودحوم وروى ما راح تروحها صح انا دعوني للحفله ترى الافضل صناع محتوى بثوث في دبي بنروح ان شاء الله ويكون حسابك قد انفك باذن الله قدمتك راح اقول كلمه في المسرح ما بروح الوافي اللي ما يقصر الكريم الحبيب ممشاري ممشاري ضبطنا دام ان انت كذا واصل كثير بالتيك توك انا عندي مشكله يا اخي انا عندي مشرف اسمه سافي يا دحوم ما شاء الله
اللي ماسكه طبعا. انا خليني اقول لك مشكلتي. الله لا يوفقك. ها حسابي حاطين المزرعه اذا عاد اقول حاطين الدوله غير حلو. ليش يحسبونك ايطالي؟ لا اتوقع اني سويتها وانا في امريكا اتوقع. حاطين الدوله امريكا فالطرق الدفع والاشياء ذي كلها امريكيه ما اقدر احط السعوديه. كلمتهم قالوا بنقدم لك طلب نقل وسحبوا علي. فدام انك واصل وتقدر تضبط باذن الله. شوف موضوعك ازعل 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 باذن الله. امسال الشارع امسال دقيقه بالله ابشر دقيقه. احكام يا استاذ روان. الحكم الاول قلنا الحكم الثاني طلباتكم اكثر من الزمالي. اسمعين الحكم الثاني اعطيها ازعل ازعل موضوع عندي يا عنيف. الحكم الثاني يا روان. روان نفذ الاحكام نفذ احكام شاري قسما عنك تنفذينها معليش. بصله يا روان كامله في امريكا لما شغلتها وفوقها ملعقه كمون حبيت لازم تركب كذا يعني كانه اعتبريها حلا مع رشه الكمون فوقه فوق البصل. الحكم الثالث الحكم الثالث والاخير تكتبين عندك في البايو لمده 3 ايام اكتبي لازم تكتبين روان تكتبين ايش ستايل البعوضه هذا نيف حبيبي الله يسلمك. ما تشم ريحه معجون حطه على شعرك والله شم ريحه هيدن شولدرز اوكي في هيدن شولدرز والله شم ريحه فازلين من دخلت يلا اوكي طيب روان الحكم الثالث تكتبين في البايو عندك لمده 3 ايام بعد كل شيء ياخذ فتره راحه ولا فتره يشاور ما ادري هو ينام ولا نت معلق ولا ايش السالفه. مشاري كلم المشرف يضبط نت كل كلمه وكلمه ياخذ له غفوه يرقد بشهر العسل ويصحى. مشاري انت المشكله بقول دقيقه يا جماعه لحظه الدراك جت تكتبين في البايو سواها سواها فجرها فجرها سواها الله يعين الحين هذا اللي يفوز بالجوله الشير 7000 الله يسعدكم. أم أوكي أمي أمي تاج راسي والله الله يخليها لك ويخلي هل أنت طيب لدي الدرجة تبغاني أحط اسم أمي أم عبد الكريم لبيع الحوائج 3 أيام هي ما يحتاج تكتبه تبيع الملابس تقلل من قيمتها ليه يا مشاري أنت إنسان قدوة مشاري ما يقلل مشاري مع المرأة مهما كان ومهما صار لا دقيقة نيف سوي الطب النيف يجيك اسمعين انت نظارات سلي طايره ذي كانها بتروح السقف نفذ الحكم بساكته كانها عيون ذبانه نفذ الحكم ام عبد الكريم لبيع الحوائج نعم وبعدين شغله ما فيها شيء ايه لا تلفي كلام مين صار يبيع الحوائج يلا بيعها ترى ما عشان انك باثه تيك توك وتجيك اسود يعني خلاص تطلع الناس بنظره اخو بندر ناصر ينتظر ناصر ينتظر ترى يلا وش بتنفذين 3 ايام لا يوم واحد اخليها مره كثير 3 ايام قلت لك لا لا يوم واحد والله ليش 3 ايام شفت انا واصله 3 مليون تبى تحلي بالموضوع لا 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 3 احكام ثلاث احكام عندك تشطب سؤال بتنفذين ولا ترى 3 احكام اختاري بنفذ يوم واحد ليش ما مو على كيف ليش لو سمحتي معليش ليش هل انا نهبه مالك قول لي لا صراحه لان وجهك مو وجه حراميه يا الله يا الله يا الله عنكر يا الله يا الله احرجني يا ناس احشني يلا يلا خلاص بنفذ عشان والله قلت هذه الكلمه الطيبه يا مشاري الله يطيب صحتك يا مشاري شوف يلا خلاص هذا اسهل شيء اوف طلسومة ايش رايكم نجيب طلال للسام ودحومي 9-9 واحلى جدوله واحلى يلا سريع ما عندي جوال ثاني عندي ايباد وحاطفه منه حسابي عشان ممكن احد يهكر ويسرق الفلوس حقي يا شيخه ما في ولا دولاره واحده نقدر نقول كل فلوسك راحت في الفستان حق زوار ساره اي والله وفي النهايه ايجار يلا طيب ايش بتنفذين بنفذ باي ام عبد الكريم اللي بيع الحوائج خلاص قلل الاسعار ويمديكم مكسره الاسعار على الدايركت في الاستقبال وحطي رقم كذا ايوه حط الانستا للتواصل يعني ومننا يضيفوني انستا ويعني تمام تمام يلا يلا انا عاد كريم تقدر تتواصل معي على الخاص يعني انا بطلع يا جماعه لان ناصر كان معنا تمام تمام بطلع ادخل معه اوكي يلا يلا هلا وصل لنا دحوم لا وصلت انا اسمع
حسبت انسى. تعال افتح لك تشكيله. هذا يا جماعه تراودني افكار خبيثه. طيب ها هذه التشكيله. اوه تعال من نبيع درقبة ولا سامي الجابر الهيرو ولا من شوف يا درقبة يا سامي يا العويران. العويران كم سعره الحين؟ طبعاً لا تسوي نقاط في سوالف في العيال نطمن. هنا كلكم بنات وين تطلع لي ولد فيكم مين؟ اخو بندر الله لا يوفقك. انت عاد شوف انت صفقتها بعد وهي ردتها بس انا طلعيني برا الموضوع يا روما يا بنات. الله يسلمك يا ونيف ريال خلاص معليش لا حد يبكي كلهم ريايل كلهم. يلا ريال اسمع يقولون عنده متجر يمكن رجعها. عنده متجر؟ لا يا ابوي كوكسل وين عنده متجر. يلا طير درقبه يا دحومي اضغط كوكسل بسم الله. طيب روان ترى مو لون احمر يعني اكيد شيء هذا يشبهني حرام. لا مو ملاعبين سعيد امام علق كوكسل 65000. اخ والله قلبي يوجع 65000 باع كوكسل. لا لا كوينز كوينز معليش دحوم تقدر تتخطى ان شاء الله بيجيك اسطوره افضل منه. هارد لك دحوم ترى عنده مشاري خطه قويه بدك تسوي لك كوكسل بس انت تعرفين يا روان هذا احساسه لما تنكسر مكياجك يرجع من التطبيق. دحوم ما تقدر ترجع من التطبيق ما ادري انا اللي اعرفه كوكسل كوكسل حرام حرام والله مره غلط. تقدر تتخطى انت قوي دحوم ما توقف على درقبه يجيك الظاهر ان شاء الله. نشوفكم على خير عندك الدرقبه شوف بعد ما فجره يقول نشوفكم على دحوم اذا بتسب خلني اطلع وخذ راحتك بس. برش عليهم الله يعزكم. خلاص وراك طولت يا ولد. قالولي دخل معكم نيف. اي بس طولت شوي ترى لين جاء نيف يا ولد. ركبت سماعتك اثري صاد سماعتك هذه. قايل لك يا خي ناس يا عندك يا بعد حي هالوجه شفت يعني انا قلت يمكن انه ما السماعه عندك. ايا بعد وجهي شلونك ابو الله يسلمك زلونك شلونك انت كيف قطر يوم رحنا. والله مشتاقت لكم قطر و... بس ما طفت اللمبات ها. ايه انس موجود ابو نواف ما اشتقت للغرفه والله يا خي اني مشتاق القطر كله بسعد.